رحلتهم إلى الإيمان فريدة بفرادة الإنسان. تتوب على عبد يتوب تندما وتنجي غريقا في الضلالة. فأنا نصيحتي لكل واحد مسلم إنه يحضر قناة الـ MTA3 ويشوف ويطلع على كتبهم وعلى قناتهم. المهدي المنتظر اللي بيستنوه من زمان زمان، وفكروا إنه عيسى ابن مريم أول بينزل من السماء، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أجل إمام المهدي ونشر الدعوة تاعته، وانتوا يا جماعة ما حدش مصدق، قوم الله بعينك اتوضى في نص الليل، صلي لك ركعتين واطلب من الله واستخير انه هذول الجماعة على حق ولا على باطل، والله كفيل انه يوريك الصحيح. أيا محسني أثني عليك وأشكر فدا لك روحي أنت ترسي ومأزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي أبو الحسان، أهلا وسهلا فيك في حلقة جديدة من برنامج رحلة الإيمان. اليوم رح نتعرف على شخصيتك ونتعرف على رحلتك للإيمان، فأرجوك تحكي لنا عن شخصيتك، تعرفنا عن نفسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا عمر أبو عرقوب من لواء الخليل، قرية الظاهرية التي تبلغ عدد سكانها حوالي 40,000 نسمة. متزوج ولي 4 بنات وثلاث أولاد، كلهم متزوجون وأحفاد والحمد لله رب العالمين. حاليا كنت أعمل في مجال الفنادق، وبعد الفنادق بعد 15 سنة عملت في مجال البناء بصفة مقاول، والآن أبلغ من العمر 65 عاما والحمد لله رب العالمين. الصحة كويسة وكله تمام وما في مشاكل والحمد لله رب العالمين. الأولاد كلهم متزوجون والبنات كلهم متزوجات الحمد لله. وإحنا فايتين على البلد، كل شخص صغير وكبير بيعرفك ما شاء الله يعني، فبدك تحكي لي عن حياتك قبل ما تعرف عن حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، كيف كانت حالتك الأخلاقية والروحانية؟ الحمد لله رب العالمين. شوف أخي العزيز، أنا لست متدينا بالشكل الصحيح الذي يجب أن يكون، كنت مثل باقي البشر، تصلي أو ما تصلي ما يهمكش، فاتتك صلاة الصبح بهمش، فاتتك صلاة العصر ما بهمش، افطرت في رمضان ما بهمش. إلى يوم من الأيام بفتح القناة على التلفزيون على الـ MTA3 العربية، وفاجأ أول مرة أسمع في حياتي إنه هناك في مهدي منتظر قد أتى. كنا نعرف أنه سيأتي يوم من الأيام عيسى ابن مريم في السماء، وهذا مفهوم كل المسلمين الموجودين اللي خلقهم الله بنتظروا سيدنا عيسى من السماء، وعيسى ميت له 2000 سنة ميت. فأول حلقة في التلفزيون في الـ MTA بيحكي عن حمار الدجال، كيف حمار الدجال يسبق الشمس قبل مغيبها.
كيف يتقدمه جبل من دخان؟ نعم. كيف يأمر السماء فتمطر؟ الإشي هذا شدني للانتباه له، فقلت والله صحيح إذا هذا حمار الدجال هيك، فمين هو صاحب حمار الدجال؟ مين صاحب هالحمار هذا؟ فتيقنت يقين بالفعل إنه هذول الغرب. مين اللي جاب الصناعات هاي كلها؟ هي أمريكا وأوروبا، مش العرب اللي جابوها. فمعناته الدجال هم الكفار، هم نعم. المشركون، هم الغرب. نعم. فمن هذا المنطلق بدأت أتابع المحطة هاي من أول يوم شفتها. فظليت أتابع، فحضر شفت الخليفة، صور للخليفة، وشفت الخليفة الخامس. الرابع ما كنتش أعرف عنه، بس كان فترتي أنا الخليفة الخامس اللي هو حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز. أي سنة عم تحكي عن؟ أنا بحكي تقريبا في سنة 2010، يعني قبل ست سبع سنين. قبل ما شاء الله. سبع سنين. فمنها من هذه اللحظة الأفكار والتفسير القرآن كلها كانت يعني بتقبلها العقل. فقلت هذول الجماعة أكيد هم جماعة صالحين، جماعة أتقياء، وهم بيحكوا صحيح، وأنا لازم أتبع هذول الجماعة. من أول لحظة عرفت إنه هاي جماعة صح، ولا أخذ معك وقت تتعرف يا؟ أنا صدقني فعلا من أول لحظة شفت الـ MTA يعني دخل الشك في نفسي إنه هذول جماعة صالحين، جماعة صح. أنا بشوف الوضع اليوم في كل العالم الإسلامي في قتل وفي نهب وفي سرقات وفي مش عارف إيش، ومحدش والناس بتكره بعض، وما فيش صلة رحم، وما فيش، والجماعة هذول بدعوا لكل التناقضات الموجودة. نعم صح. بدعوا لصلاة الرحم، وبدعوا لقيام الليل، ويكون لك ورد من القرآن الكريم. قلت هذول الجماعة الصحيح اللي لازم نتبعهم. فالحمد لله رب العالمين اتبعت هذول الجماعة. بتمنى من كل مسلم يا أخي بلاش يبايع، بلاش يكون أحمدي، يحضر المحطة، يشاهد المحطة، القناة هاي مرة أو مرتين، إذا تقبل تقبل، وإذا ما تقبلتش ما حدش يعني غاصب أو مجبر إنك تآمن. صحيح. على الأقل اقرأ لك كتاب من كتب الأحمدية، أو صحيح. احضر القناة مرة واحدة أو مرتين، وانت بعدين في نفسك بتقرر. نعم. هذول الجماعة صح أو هذول الجماعة خطأ. وأنا بالفعل بعد استخارة أشوف الجماعة هذول صح ولا مش صح، أنا شايف إنه الجماعة هذولا هم الصح، هم 100% إن شاء الله تعالى، وإحنا على منهجهم وعلى طريقهم من أول إلى الممات. من أول يوم لما تعرفت على الجماعة، بعد كم فترة بايعت وفتت رسميا بالجماعة؟ أنا أول ما تعرفت على الجماعة لما شفت القناة بعثت رسالة للموقع تبع القناة، وحطيت رقم التلفون تبعي واستنيت، فوصلتهم الرسالة، بس ما بيعرفوش مين عمر بعرقوب من الظاهرية لواء الخليل. فاتصلوا في جماعة ثانيين من نفس المنطقة لواحد اسمه نور أبو عرقوب ساكن في دورة، فحكوا له أنه في واحد هيك اسمه عمر أبو عرقوب وبيحب يتعرف علينا وبيحب يبايع. فنور قال لهم أنا بعرفش واحد اسمه عمر أبو عرقوب في الظهرية يعني مين. فاتصل علي نور كان مبايع قبلك؟ هو نور كان مبايع قبلي. كان مبايع قبلي. فحكى علي نور، قلت له والله أنا عمر أبو عرقوب من الظهرية وبحب أتعرف على الجماعة هذول، وبدي أشوف شو المنهاج تبعهم، كيف طريقتهم. فإجى علي نور وتعرف علي، ومن يوم شفت نور من أول أسبوع رحت صرت أصلي معهم كل يوم جمعة في عنده في بيته، إلى أن بايعت في طول كرم.
مع أبو إبراهيم، جاب الوثيقة المبايعة، أنا بايعت أنا وزوجتي وأولادي جميعا وبناتي يريدون المبايعة. لما حضرتك بايعت شو كانت ردة فعل أولادك والعائلة؟ طبيعي جدا، يعني فيش أي معارضة ولا إشي؟ ولا أي معارضة ولا أي المعارضة كانت فقط من الأصدقاء ومن الجيران، لم أكترث لأحد فيهم أبدا. لكم دينكم ولي دين. صحيح. بالفعل. والأولاد تقبلوا الإشي هذا وشافوا كيف تغيرت حياتي، كنت لا أصلي ولا أصوم ولا تعبد، يعني صليت ما صليتش، أفطرت رمضان ما أفطرتش، ما فيش مشكلة. أما اليوم اختلف الوضع، اليوم مستحيل تفوتك قيام ليل، مستحيل تفوتك صلاة صبح، مستحيل ما يكون لك شورد في القرآن، مستحيل ما تسبحش 100 مرة 200 مرة، مستحيل ما تصليش على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية 100 مرة أقل إشي في اليوم. الإشي هذا ما كان كنا محرومين منه. ما شاء الله. أحلامك تغيرت، حالتك النفسية تغيرت، وضعك الطبيعي تغير، الناس صارت تحبك أكثر مما كانت أول بدون ما تحكي معهم، حتى تصدف إنك تكون في مطعم مثلا، في مطعم بيجي شخص بقول والله لو سمحت ممكن أبوسك، ممكن أقبلك، وأنت ما بتعرفوش ولا هو بيعرفك. إيش السبب؟ يعني شو بده يكون هذا الإشي؟ بتروح بتمشي في الشارع وأنت في الطريق، فالناس بتقول يعني بيسبوا على اللي ما بيحبكش. ما شاء الله. طب أنت إيش عرفك فيه؟ بيحبوني ولا بيحبونيش؟ أنا كويس ولا مش كويس من الداخل؟ سبحان الله، هذا كله من هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. بفضل اتباع هذول الجماعة المخلصين الصادقين الأمينين. ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أنا على العهد ما دمت حيا لن أفارق هذه الجماعة أبدا. غلبت على قلبي محبة وجهه حتى رميت النفس بالإلغاء. عمي ما شاء الله البيت كتير جميل جدا والحارة كلها كتير حلوة، حبيت أتعرف عن شو زارع هون، في كتير أشياء حلوة. يا رب ويحفظك، والله كل شيء زارعين وما خليناش ولا أي نوع من فواكه أو من خضار، وهي عندك ورد وهي عندك ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، مش ناقصنا ولا حاجة، وفي عندك الطيور بجميع أنواعها، كلها الصبح تيجي الصبح بتقوم بصلي الصبح وين وهن بسبحن معك الحمد لله. الحمد لله. هون بدي أسألك أخرى سؤال، عن هل كان إشي ناقص بحياتك الروحانية والدينية قبل ما تتعرف على الجماعة؟ طبعا أكيد، يعني ما كنتش أنت تشعر لا بصلاة ولا بصوم، بينما بعد أنت ما بيعت وصرت أحمدي صرت تشعر بسكينة وصرت تشعر بالخشوع في صلاتك، حتى وانت بتصلي دموعك بينزلين. الإشي هذا أول ما كان موجود خالص، وبتعرف انه السعادة كلها هي في الخشوع. صح. اللي ما بيعرفش الخشوع ما فيش عنده سعادة بالمرة. ما شاء الله. انت جرب كون خاشع في صلاتك وشوف كيف جسمك بيشعر. صح صحيح. طب اللحظة اللي وقعت عليها انك انت احمدي اللي بايعت، شو كان شعورك بهذيك اللحظة بالضبط؟ يعني انا بايعت طبيعي وما كانش في اي اعتراض من الاهل او من البنات او من الزوجي او من الاولاد، وكلهم على نفس الطريقة، يعني اتبعوا نفس المنهج والحمد لله رب العالمين. ما فيش أي مشاكل، بتعرف مشاكل مع ناس ثانيين، مع الجيران، مع أصدقاء، إيش دخلك في هالجماعة، شو بتعرف، سيبك منهم دشرك منهم، ما أنا فبحكي لهم يا عمي انتوا بس شوفوا القناة تبعتهم وقروا لهم كتاب ولو كتاب واحد، وشوف أنا إني صادق في اتباعي لهم ولا مش صادق. صح. وانت حر في دينك، لكم دينكم ولي دين والحمد لله رب العالمين. لما حكيت لزوجتك شو كان ردة فعلها؟ شو حكيت لها ولا سألت شو هالأحمدية ليدك؟ لا، زوجتي أول إشي هي لما أنا بايعت زوجتي شافت في المنام إنهم الأحمديين إجوا علي
اجوا على الدار وفوتوني على غرفة مختصرة كان في مستشفى. بعد ما انت بايعت؟ بعد انا ما بايعت. كيف يعني؟ شلحوني الاواعي تبعيدي وحمموني وفتحوا بطني ونظفوه وقالوا هاي، بقولوا لزوجتي هاي رجعنا لك زوجك باحسن ما يمكن ما شاء الله. وحتى زوجتي حكت لمحمد شريف لابو صلاح نفس الحلم هذا. يعني حكت له بعد هاي الفترة هي بايعت؟ بعد المبايعة بالفعل. بالنسبة للأولاد؟ الأولاد كلهم أحمديين. كيف بايعوا؟ كيف لسه ما بايعوا، بس هم أحمديين يعني بيصلوا معنا كل يوم جمعة معنا مع الأحمديين. بس لما يصير في مناسبة إن شاء الله في أقرب وقت، لما بنكون في المركز تبعنا في طول كرم رايحين، بس يجيبوا الاستمارات ويعبوها ويوقعوا عليها ان شاء الله. الله يبارك ان شاء الله. والبنات نفس الشيء كمان ما شاء الله، وبنتي وزوجها كمان نفس الشيء. حتى النسيب الاخير اتصل على الأحمدية بس مشان اجوز البنت تبعتي ما شاء الله. وهي هو الاخر الثاني احمدي 100% يعني مبايع يعني بدون ما يكتب الاستمارة يعبيها، هو احمدي. صح احمدي ما شاء الله. في قلبه احمدي. صح ما شاء الله. ولما بكون هنا بيجي بصلي معنا يوم الجمعه دائما ما شاء الله. حياتك الروحانيه كيف تغيرت بعد الاحمديه؟ قلت لي انت ما بدي شوي. انا بعد ما صرت احمدي ما بفكرش في اي مشكله في الدنيا خالص. ما فيش عندي مشاكل بالمره ابدا، يعني ماخذها كلها على البساطة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والله من نعمه مفضل. يعني كنت أول شيء أشتغل في إسرائيل مثلا في مناطق، ودائما مشغول ودائما مشبول ودائما مش ملاحق، ظروف الحياة صعبة. الحمد لله رب العالمين بعد ما صرت أحمدي أجي الأولاد قالوا يابا أنت ممنوع تنزل على الشغل، خلاص بكفيك مش ناقصك ولا شيء. والحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله. هيني باكل وبشرب وبنام وبروح رحال وبروح وين ما بدي ومش خاس علي ولا إشي، وبأدي الصلوات والفروض كلها ما بنقصنش إشي. أول شيء وأنا في الشغل صلاة الجمعة ما فيش، صلاة الظهر ما فيش، صلاة عصر ما فيش أبدا. بس لما بيعت قالوا للأولاد خلاص يابا أنت بكفيك لحد هنا وبس، ما شاء الله ممنوع تشتغل وإحنا متكفلين في كل إشي بنقصك. والحمد لله رب العالمين، أنا كسبت دنياي وآخرتي الحمد لله. هل راسلت الخليفة بعد ما بايعت؟ يا أول ما بايعت أنا براسله بس ما بيجينيش رد على الفيس تاعي. على الفيس؟ بعرفش ليش. فأنا مرة حكى علي أبو إبراهيم عبد القادر مدلل، فحكى لي إنه يعني رسائلك بيصلن والخليفة بيحكي لك كي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا كل ما أدعي يا رب إنك توفقني إني أشوف الخليفة وأصلي خلف الخليفة، آمن بالله يعني بنفس الليلة بشوف حلم إني بسلم على الخليفة وبصلي وراء جماعة يعني بصلي معه، خلص كأنه حقيقة يعني ما شاء الله. الحمد لله. يا من أرى أبوابه مفتوحة للسائلين فلا ترد دعائي. كيف ما تحدثنا لسه فوق بالغرفة بالبيت عندكم انه انت كتير انسان محترم، وانا حسيت هذا الاشي لما كنت فايت على القرية، انسان محترم والناس بحبوك كتير. فهل هذا كان قبل ما تبايع ولا بعده زاد؟ هل هناك فرق بهذا الشعور ولا هذا؟ اعتقد انه بعد المبايع كان الاشياء ممتاز. كل الاحترام والهذا كان بعد، مع العلم انه معظم سكان الظاهريه يعني بيعرفوا اني احمدي، وانا الاحمدي الوحيد في الظاهريه. فيش الا انا واولادي وزوجتي بس، باقي الظاهريه 40,000 نسمه فيش فيهم احمديين الا انا، وما بلاقيش اي معارضه او اي كره او اي بغض او اي حقد اتجاهي ابدا ابدا. يعني في مقاهي، في نوادي، في جمعيات بتروح بتلتقي بتقعد بتسهر، ما فيش اي مشكله ابدا ما شاء الله. الحمد لله. انا سمعت عن قصتك انك مرضت والخليفه تدخل ودعالك وصار معجزه، فبحب اسمعها منك هالقصه لو سمحت. القصه هذه صحيح، بتعرف احنا الاحمديين في المبايعه انه ممنوع تكذب
مظبوط ولا صح؟ صح. احنا الكذب لا سمح الله. والله انا كنت في وعكة صحية صحيح، ورحت عملت فحوصات عند 5 أطباء، والخمس أطباء كلهم أقروا أنه عندك سرطان. بعد الفحوصات؟ بعد الفحوصات، بعد الفحوصات. أنا ما بعرفش الإشي هذا أبداً، بس اللي بيعرفوا مين؟ أولادي وزوجتي واللي في الدار وأصحابي بيعرفوا أني مع سرطان، والإشي هذا يعني أخفوا عني. أنا ما كنت أعلم فيه. فبنتي مثلاً، بنتي اتصلت على أبو صلاح محمد شريف، قالت له عم أبو صلاح أبوي معه مرض سرطان، ووقتها كان محمد شريف في البث المباشر كان في لندن عند الخليفة، وبدي تطلب من الخليفة إنه يدعي لأبوي. بالفعل الأخ محمد شريف وصل الرسالة وحكى للخليفة، والخليفة دعالي دعالي. فأنا بعثوني من هون على مستشفى في القدس، مستشفى فرنساوي، هذا مختص بس في السرطانات، في السرطان. فلما اجروا الفحوصات هناك وعملوا كل الإجراءات ما تبينش ولا أي شيء، فيش ولا حاجة، لا في سرطان، حتى سرطان في المعدة، وسرطان في القولون، وسرطان في الرئة. كان عندك 3 سرطان؟ 3. الحين بدهم يكتشفوا كيف إجا سرطان الرئة، من وين إجاك، يعني بصيرش يصيب الرئة مباشرة. فعملوا فحوصات قالوا عندك يا عم كاين في القولون، انتقل للمعدة، ومن المعدة انتقل للرئتين، يعني بطنك كله صار سرطان. يعني فيش، يعني معظم الأطباء يعني أعطوا تقرير إنه بس 3 شهور بتعيش، مش أكثر من هيك. فلما رحت على المستشفى الفرنساوي في القدس وعملوا الفحوصات تبين إنه ما فيش ولا حاجة، فيش منه الحكي هذا. هذا بعد دعاء الخليفة إلي، هذا بعد الدعاء الخليفة إلي، إن اختفى كل شيء. هذا كله بفضل بفضل الله تعالى وبركات خليفتنا حضرة مسرور أيده الله تعالى، أيده الله بنصره العزيز. ويا ريت الحلقة هذه أنا بدي من مناي إنه الخليفة يشاهدها ويشوفها إن شاء الله، إن شاء الله، وبلغوا أحر التمنيات والصحة والعافية، والله يطول لنا في عمره يا رب إن شاء الله. هون بحب أسألك أخرى سؤال، إنه كل أحمدي واجب عليه، فرض عليه إنه ينشر الدعوة، فأنت طريقتك كيف تنشر الدعوة عندك هون بهاي القرية؟ والله إحنا في لما بكون مجتمعين وبيفتحوا مجال، حتى أنا بأبدأ في الكل بيعرف إني أحمدي، فهم بيسألوني شو الأحمدي، شو عاداتكم، شو تقاليدكم، شو بتتبعوه، في عندكم رسول ثاني، في عندكم مش عارف إيش. فأنا بشرح لهم كل الوضع تبع الأحمدي. في كثير ناس بتقبلوا الحكي هذا، فأنا بقول لهم يا عمي إذا بدك تفهم أكثر وأكثر، في إنا كتب، في إنا موقع، تخش على الموقع تصفح الكتب الموجودة للأحمدية، يعني تصور المهدي المنتظر، المسيح الموعود، ما كانش يحكي عربي، فكيف في ليلة واحدة تعلم 40,000 جذر في اللغة العربية؟ يعني هذا مش هذا معناته إنه هذا خليفة، صح، هذا المهدي، هذا 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 سيد، هذا عيسى الثاني تبع المسلمين. عمي أبو حسين، هل بتذكر أي قصة أخرى من هالنوع؟ طبعا كنا يوم من الايام عند اخونا ابو العبد محمد جابر، كنا سهرانين هناك في لقاء بالخليل، في الخليل، في مدينه الخليل. كنا احمديين هناك، فاحنا مروحين بعد الساعه 1 تقريبا، بعد منتصف الليل، واحنا مروحين جينا على طريق، الطريق نزلي يعني منحدر صعب. الحين الجماعة اللي معي في السيارة نبهوني عمر 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 جيش جيش جيش. الحين بدال أنا ما أدعس بريك، دعست على البنزين، دعست على البنزين، فالسيارة صارت سرعتها 200 تعرف، ففت لك في الحاجز تبع اليهود، في الحاجز تبعهم، وكسرت الحديد والبلاستيكات، نعفتن راح بيجي 10 متر لقدام. الجنود صاروا بعدين ان فيش 3 أو 4 متر، هاي بعلم الجماعة اللي كانوا في السيارة موجودين.
فأطلقوا علينا رصاص كمية هائلة، كمية كبيرة جدا. من كل الرصاص اللي أطلقوه 3 رصاصات فقط صابن السيارة، رصاصتين في مقدمة السيارة، ورصاصة اجت على الشباك اللي عندي بالضبط، يعني مش بعيدة عني 5 سنتي 5 سنتي. فلما توقفنا واجوا الجنود عندنا وشافونا طيبين، فيش فينا ولا اشي، يعني اليهود نفسهم الجنود استغربوا، قال كيف انتوا ظليتوا احياء لحد الحين؟ يعني انا بقول طيب يا رب الرصاص اللي اطلقوه هذا وين اطلقوه؟ اطلقوه في الهواء، ما اطلقوه علينا مباشرة. فكيف انه حدث انه بس رصاصتين والثالثة اجت في الشباك وما صارش فينا ولا حاجة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله احنا في حفظ الله دائما وابدا، الحمد لله رب العالمين. ميول حسان، شكرا، جزاك الله اللقاء الجميل. الله يخليك، الله يحفظك ويبارك فيك. مشاهدينا الكرام، الى هنا وننتهي بهالحلقة الجميلة مع عمي العزيز ابو حسان، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاهدت عيني كمثلك محسنا، يا واسع المعروف ذا النعماء. ما شاهدت عيني كمثلك محسنا، يا واسع المعروف ذا النعمائي.